السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في النشرة الشهرية لبوابة عماننا. اليوم سنتحدث عن المميزات المتوفرة في جهاز الآيفون لذوي الإعاقة وكيفية استخدام الكفيف لجهاز الآيفون. بداية، جهاز الآيفون طبعا لا يمكن لي أنا كشخص كفيف استخدامه بهذه الطريقة. لكي أستطيع استخدام الجهاز بالشكل الأمثل لابد أن أقوم بتشغيل برنامج قارئ الشاشة، ولتشغيل برنامج قارئ الشاشة يمكنني اتباع الخطوات التالية: الذهاب إلى الإعدادات، ثم عام، ثم إمكانية الوصول وتفعيل Voice Over، أو من خلال الضغط 3 ضغطات متتالية على زر الهوم. بهذه الطريقة أستطيع أنا كشخص كفيف استخدام الآيفون. بالمناسبة، قسم إمكانية الوصول يحتوي أيضا على العديد من المميزات لذوي الإعاقة، من ضمن المميزات مكبر لضعاف البصر وأيضا ميزة انعكاس الألوان. بضمن المميزات للصم هناك ميزة الفلاش للتنبيهات وأيضا استخدام الوسائل المساعدة للسمع. طريقة تنقل للأشخاص المكفوفين، بما أنه الشاشة لمسية هنا فبرنامج قارئ الشاشة يستطيع العمل مع هذه الشاشة بكفاءة. هناك طريقتين للتنقل باستخدام قارئ الشاشة. الطريقة الأولى هي أني أقوم بلمس الأيقونات حسب مكانها في الشاشة، وبرنامج قارئ الشاشة سينتقل للأيقونة التي تقع عليها إصبعي مباشرة. مثال: الإعدادات، الكاميرا، التقويم، الملاحظات، فيسبوك. لتفعيل الأيقونة بمجرد أن ينتقل الأيقونة يمكنني أني أضغط ضغطتين متتاليتين على الأيقونة وبالتالي يتم فتحها مباشرة بهذه الطريقة. فيسبوك، التقاط رمز بواسطة، التقاط رمز بواسطة. آخر عبارة كانت فيسبوك، فبمجرد أني أضغط ضغطتين متتاليتين على الأيقونة اللي نطقها راح يفتحها مباشرة في أي مكان، مش بالضرورة أني أضغط على الأيقونة نفسها. الطريقة الثانية هي أني أمرر إصبعي من اليسار إلى اليمين أو العكس، وراح ينتقل البرنامج الأيقونات بشكل متتالي بهذه الطريقة. التقويم، منشدة الصور، منشدة الأنشطة اليوم، الكاميرا، الإعدادات، الملاحظات، ساعة، زاوية الأخبار، iTunes Store. أيضا بمجرد أني أضغط ضغطتين متتاليتين على الأيقونة راح تتفعل مباشرة معي. أنا كشخص كفيف الآن أستطيع باستخدام قارئ الشاشة أني أتصفح الآيفون وأقرأ الرسائل، وكذلك أستخدم برامج التواصل الاجتماعي، وأيضا أتصفح الإنترنت وأشاهد مقاطع اليوتيوب وأقرأ رسائل البريد الإلكتروني وأكثر من ذلك. نشكركم على استماعكم، نلقاكم في النشرة القادمة.